مش هتنسوا باباكم. الكلمة دي الحقيقة ممكن الواحد اللي قرر انه يتجوز واحدة قبل كده كانت موجود معاها اولاد وكان ليها حياة زوجية يتفاجئ انه مثلا ممكن يكون الزوج ده كان متوفى، والولاد لما دخل يكلمهم، وفي ستات كتير ورجالة كتير بيبقوا اذكياء فيحاولوا يجيبوا الموضوع، مثلا ان احنا بنقابل عمه ده في النادي، بنقابل عمه ده عند جده مع خاله بتاع، لحد ما العيال تحبه. آه خطوة خطوة. آه خطوة خطوة لحد ما الولاد تحبه عشان نمهد لهم ان ده هيبقى زوج ماما. فيجي بقى الولاد بعد شوية أول ما أمهم تقول لهم يقول لها ماشي، بس هو بيعمل كده يعني عشان إحنا ننسى بابانا؟ يعني هو عايزنا ما نقعدش نقول لبابا ده تاني؟ طب هو هيزعل لو إحنا جبنا صورة بابا؟ طب إحنا لو اتكلمنا على بابا هيتعصب علينا؟ وهكذا. في الحالة دي بقى الأم ترد بإيه؟ وهو الزوج الجديد ده والأب الجديد ده يرد بإيه؟ هو إن كان الأب مطلق أو كان متوفي يجب احترامه بعين الأبناء من قبل أمهم أولاً. نحن مشكلتنا أنه لا نستطيع أن نختلف في احترام وتقدير، دائماً خلافاتنا لازم فيها ضرب وتكسير وشتم وتشويه صورة الآخر. يجب أن يتم الانفصال أول شيء بطريقة راقية، ثم أن يتم التفاهم مع الزوج الجديد أنه أبوهم يبقى هو القدوة وهو الشيء اللي سيقتدون به، لذلك لا أنا حسيء له ولا أنت حسيء له. وهل هذا بدل أبونا؟ لا، ليس بدل أبوكم، وذا ولا بد فهو أب آخر. يعني صار عندكم أبين، ناس عندهم أب وهذا أبين، إذا ولا بد ندخل. لكن بعد الاتفاق أنه هل سيتدخل بتوجيه وتربية، لأن هناك أمور هم يحتاجون، أكيد راح يكون عندهم نقص عاطفي خاصة الأب متوفي، فيجب أن يعوض إذا تم الاتفاق بالناحية العاطفية، ولكن يجب أن يكون حازم في بعض الأمور بما يخص القيم وما يخص السلوكيات. إذا أشركته الأم غالبا هو سيشترك، فهنا سيكون حازم مثله مثل الأب، رضوا أو لم يرضوا، هناك توجيه معين حتى نزرع قيم حقيقية ثم نراقب السلوكيات التي. فهنا يعود الموضوع إلى الأم، لكن تشويه صورة الأب مهما كان حتى لو كان سيء فعلا وكان قام بسلوكيات سيئة تجاه أمهم، فيجب عدم تشويهها لأنه بالنهاية هو أب. مش تشويه يا دكتور، هما بيبقى فيه خوف عند الولاد انه بعد شويه الراجل ده هيمنعنا ان احنا نتكلم عن بابانا، احنا لو اتكلمنا لو هما كبر شويه فهيضايق او هيغير. ولو جينا مثلا اتكلمنا عن بابا في وجود ماما قدام جوز ماما، طب ما هي بقت متجوزاه وهو هيبقى غيران عليها، احنا مش هنعرف، احنا كده هننسى بابانا. او نقعد بابا كان بيعمل كذا، بابا كان بيقول كذا، فالحاجات دي بتعمل حساسيه. انا ارى انه يتم شرح الموضوع للاولاد بصراحه وبجلسه نقاش، وأن يفهموهم أنه أبوكم تحترموه مثل ما بدكم، تحبوه مثل ما بدكم، تقدروه مثل ما بدكم، تحطوا صوره بالمكان اللي بدكم إياها، هذا بالأماكن الخاص فيكم، هذا موضوع خاص فيكم وأنتم أحرار فيه. الزوج الجديد هو ليس أب مفروض عليكم ولن يكون بديل للأب الآخر. إذا في خلاف معين بين الأم إذا كان عايش الأب، قلنا إذا كان متوفي رحمه الله موضوع آخر أخف، لكن إن كان يعيش فحكما هناك برنامج متفق عليه بين الأم وبينه، سيكون هناك زيارات معينة ولقاءات معينة بين الاثنين. يعني ماشي الأولاد عايشين معك لكن من حقه هو يشوفهم، سيتم ترتيب هذا الأمر، أما يجي يشوفهم بالبيت هنا عاد تتناقش مع زوجها الجديد مشان ما يغير بحضوره بوجوده، ترسلهم عند او تاخذهم لعند اهله هو يشوفهم. اعتقد مش منطقي يا دكتور ان هو يجي البيت في حضور زوجها علشان يشوف الاولاد، اعتقد ان ده ما بيبقاش يعني متقبل بشكل او باخر يعني في مجتمعاتنا. هما الاثنين قاعدين والمدام في النص قاعده، فده بيبقى حاجه محرجه. والله كلامك منطقي بمجتمعاتنا العربيه، لن اقول الاسلاميه، الاسلاميه هناك حدود شرعيه توضع، ولكن نرى احيانا بالمجتمع الاوروبي يوجد مثل هذا الوضع، حتى حرصهم على نفسية هذا الطفل أن تنمو سوية يجي يحضر معهم ويأخذهم ويرجعهم وبوجود الأب، ما في أي مشكلة. هو مش هي قرر بس على فكرة احنا على أول شفنا ده يعني في وسط الفنانين، كانت على السوشيال ميديا ومعروفة جدا، حتى ناس كتير عارفها، أسماء بنت شريف منير لما انفصلت زوجها التاني تعرف على زوجها الأولاني وقال له إن أنا بنتي في إيد أمينة وأنت راجل محترم تتقي الله فيها، وكانوا بيتقابلوا. يعني ده الشكل الأخير اللي ظاهر قدامنا، إن هما الاتنين شايفين إن حتى كمان أسماء، يعني أنا مش
مش عايزه اذكر اشخاص باسماء، ولكن ده بيحصل انها بتبقى طالعه في شكل شيك وفي شكل محترم، والمستفيده على فكره الاول في الموضوع ده هي هم الاولاد بالضبط. لما بيلاقوا ان الامر متوازن وصحي كده. طيب انا عايزه اتكلم معاك في نقطه ثانيه يا دكتور محمود، خلينا ننقل بس نقطه ننهي الاولى. اذا كنا منفصلين بطريقه راقيه وحريصين على حياه سعيده للاطفال، يجب ان نتخذ كل الاجراءات لإيصالهم لهذه النقطة. يعني مش حناخذ الفنانين كقدوة للمجتمع، ولكن يمكن تقرر انها تتجوز تاني العيال بتسحبوا من حضانتها ويروحوا لابوهم او يروحوا لاهل ابوهم. اذا المشكلة فينا نحن كمجتمع اللي ما عم نتقبل الموضوع هذا، واحيانا نضع هؤلاء الاطفال في مفترق طرق. ابوك ولا جوز امك؟ لا والله ابويا. ممكن يكون في ظرف خاص عند ابوه، ممكن بالسجن، ممكن مدمن، ممكن عنده اخلاق غير جيده، ما ابنائهم يعيشوا معه في ظروف معينه، فيجب ان نجد حلول. الاب والام يجدوا الحلول. تفضلي. طيب